لكن محمود علاء يا كابتن، يعني يا كابتن شريف، محمود علاء موجود مع كارلوس كيروش الفتره اللي فاتت بكامل، ولعب يعني في كاس الامم الافريقيه الاخيره كان هو اللي بيبقى قاعد احتياطي، المباراه السابقه امام السنغال كان هو اللي بيبقى قاعد احتياطي، جايب رامي ربيعه الاعب رامي ربيعه وقعد محمود علاء. انا ما فهمتش الفلسفه، انا حتى سالت السؤال ده امبارح بس ما فهمتش الفلسفه. فعلا لكلام الكابتن وكلامك، هو في تخبط في الاختيارات. اوكي. حط في كاس العرب لعيبه، احنا قلنا اكتشف لعيبه في نص الملعب، ادى ثقه لعيبه ثانيه، ادى عمر كمال عبد الواحد شغل وخلاه يشتغل في حته اليمين دي. قلنا كويس ان هو عامل نافذه من الدوري، بيخطف وجوه جديده يقدر يستطيع ان هم يبقوا على الاقل بديل جيد او بديل رقم واحد. نعم. انما زي ما انت بتقول ان هو يعني النهارده بيلعب مصطفى محمد، بعدين يروح شايل مصطفى محمد حاطط مرموش عشان مرموش لعب 10 دقائق كويسين في ماتش مصر، في مصر نزله فعمل شويه حركه، انما از نوت افكتيف، يعني ما كانش مؤثر قوي. هي الحكايه ان الراجل ده يعني في وجهه نظر انا لم ينمي عند اللعيبه كلهم وخاصه السته اللي قدام رغبه التهديف، واعتمد على لاعب واحد بس هو العلامه بتاعتنا وهو المشوار بتاعنا وهو الهداف بتاعنا. يعني ما فيش تاكتكس للراجل اللي هو زي تريزيجيه اللي هو يعني ازاي انا انمي عندك الرغبه، انت لازم تكسبني النهارده. مصطفى محمد لازم ابني شكل عرضيات ليه للراجل ده تمرينا ولعبا وشكلا وموضوعا، وما اكسرش اي لعيب عندي. يعني زي ما انتوا بتقولوا يدي ناس فرص كتير قوي، واجي ابص ليه مش موجودين، يجي واحد زي احمد رفعت يكون موجود معاه في كاس العرب ويأدي ويأدي في الدوري كويس ويأدي ماشي، وبعدين يبقى مش موجود. بص هقول لك حاجه، انا حاسس ان في يد بتخش في تكوين وتشكيلات حتى في ضربات الجزاء، بنتفرج على شكل كده احنا مش متعودين عليه. حاجه غريبه، انا مش متعود عليها كلاعب كوره. انا بيجي لي الاوردر يا اسلام، إيه شوت ما تشوتش، انت النهارده هتلعب وينج ليفت خدت بالك وما اعرفش ايه. انا ما لا انت عارف ما بيجيليش مدرب يقعد معايا يقول لي ايه رايك اما اجي. صح يعني صح صح نعمل كده. لا هو بيحط اللي شايفه، يعني لان النهارده منتخب السنغال مثلا كابتن زي ما حضرتك بتقول، يعني منتخب السنغال النهارده كان هو ملخبط الفرقه، اليو سي سي كان ملخبط الفرقه، كان ملعب اسماعيل اسار ناحيه الشمال، ملاعب ساديو ماني راس حربه، وملاعب رجع ساديو ماني. وبعدين هي لا هو السنغال بنت امتى ومسكت كره امتى؟ حرام عمر جابر بعد كلامك اسلام وكلام الكابتن يتحمل اقوى اثنين في الفرقه، ده باك ليفت حكايه، وساديو ماني رايح له كمان، نكون هم عارفين هو لما راح له عدى. لا هم عارفين يعني احنا هم عارفين احنا عندنا مش التقصير فين، او ان القوه البدنيه اقل اقل، انما مش كرة اقل. ما احنا هم بدنيا قدنا 10 مرات، هم يكسبوا هم احسن مننا، هم يوصلوا، انما احنا جات لنا فرص. وصلت احنا حزنين عشان انا كان ممكن قاعد ضربتين جزاء. يعني انت بتقول احنا البيوت اتحضرت وكل احنا كله اتحضر وقطر كلمتنا كان نفسنا طبعا يعني يا رب لك. وانا مش ما حدش قصر، ولكن كان عندك تلت ساعه طبعا انك انت ممكن تخلص فيها زيزو كورتين، انا احنا قمنا دخلنا جوه الشاشه معاه صح، فاحنا مش مكتوب لنا